قال قولك بالوحدة الشخصية، يقول نفسه هذا دليل أن هؤلاء ما أدركوا الوحدة الشخصية، أن مزاجهم معوج، ولا لو كان مزاجهم سالما لرأوا ماذا؟ لرأوا الوحدة الشخصية. والمعركة هذه صار لها 4000 سنة 5000 سنة قائمة، شوية تميل لهالكفة وشوية تميل ماذا؟ لهالكفة. والأمر إليك مولانا، وما زالوا مختلفين ولذلك خلقهم. أصلا عاجب هو شكل النظام هكذا يدار، ما رأيت أنه يتفقوا. لم تتعلق إرادته الأزلية التكوينية بأنه يكون ماذا؟ فهم واحد، ما كل شيء واحد. أنا الآن في جملة معترضة إذا يسمح الإخوة، حتى شوية البحث الحداثة وإن صح التعبير يدخل على الخط. بهالرؤية أنت انطلق إلى الأمور، أنت ذلك بعد ببساطة تحكم على كفر هذا وضلال هذا وإخراج ذاك وإدخال هذا وتعامل بالقتل بعد تقدر لو ما تقدر. واقعا الطريق يغلق، غير منطقي يا أخي، واقعا غير منطقي يا أخي. هذا مشى على طريق وانتهى بهذا الطريق إلى هذه النتائج، وش أقدر أسوي الآن؟ شيخنا إذا كانت أكو أسس بعد عندهم مرض هذول يختلفون عرفة وفلاسفة؟ أصل بعد من عندي أنا عندي عرفاء وعندي فلاسفة، بعد إذا هذول همتي أنا ما يعرفون الأسس أروح للشياطين؟ وين أروح عطف هذول يعرفون الأسس ومع ذلك ما يتفقون؟ شنو أسوي أنا؟ شنو عندهم مرض هذول؟ مغرضين هذول؟ والله همتي أنا كلهم هم مش يسوون، يوصلون إلى نقاط اقترابهم. ماذا يصير عمي؟ ماذا تصير هاي الأسس؟ شنو هي مولانا؟ كشفية لو عقلية؟ حتى ما أخلي سؤالك بلا جواب، كشفية لو عقلية؟ أقول جاوبني كشفية. إذا لحد ما ينحل الخلاف خوج علم ولا علم ولا نخو ما نحل الخلاف. هذاك يقول بأنه أساسا شنو الطرق كطريق الكشف موصل، وكشفي أوصلني أنك ظل الله. شو أقول له؟ أقول له كافر أنت؟ وش أقول كشف أوصل؟ هذاك يقول له بابا كشف عقلي أوصلني إلى أنك ماذا؟ في قبال الله أصلا. والبينونة بينونة عزلة، هذا ما يصير. شو أقول له مولانا؟ شو يصير لو أنه واقعا المنطق شو يقول؟ منطق أقول طبع الأشياء، مو منطق يعني، ولا ماكو منطق مساوينا، ماكو مشترك. أقول له بابا لكم دينكم ولنا، لك اعتقادك والاعتقاد، أنت حر رتب الآثار على اعتقاداتك، ما أنا ما رتب آثار ماذا. أما يجينا مع الأسف منطق آخر، هذا المنطق البديل اللي يدخلنا، هو أنه شنو مباشرة أتهم، يقول له أي أعمى أصلا جاهل أنت، شنو تعرف أنت؟ هذا كم يقول لي أي 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 أي, أي مشرك، وإلا أنت لو تعرف التوحيد أنت شيء حجي. أنا من ثبتت أنه هذا ما يعرف التوحيد فشي يصير مولانا كافر، ومن صار كافر ومشرك فشنو أسوي مولانا؟ أتقرب إلى الله مولانا بحزام الناس. هذا اللي أنت تجده، هذا الإرهاب العالمي اللي يسمى، أنا ما أسميها ما التسميات، ما أريد أسير خلفها، كلها نتيجة الجهل، نتيجة ضيق الأفق، نتيجة غلق الأفق. وكأنه تعبير واحد من الإخوة يقول أنا ذهبت إلى مكان ما أريد أجيب اسم ذاك المكان، رأيت الناس بشكل باطني. قلت شلون رأيتهم؟ ظاهرهم خو يمشون. قال رأيتهم كلهم قد وضع على رأسه قطعة من الخوذة الحديدية ثم قفلها بقفل وأضاع مفتاحها، عقولهم مقفلة. فإذا أكو مقفول بعد أكو مجال للحوار؟ لو مغلق أصلا طريق ما كل البحث. وهذا اللي يحدث، هذا اللي يحدث. قال بل على عكس ما تخيلوه، إذ ما جعلوه دليلا على سوء مزاج موضوعات إدراك القاطعين بالقطع اليقيني بالمسألة الحقة، ما جعلوه دليلا على البطلان هو ماذا؟ إنما يدل على استحكام سوء مزاج القاصرين عن تلك الدرجة. يعني أنت أعمى لا ترى، وإلا أنا بصير.
ببصري ده أرى الوحدة الشخصية. تقول أين؟ أقول لأنك أعمى. من أين جاء العمى؟ يقول لأنك جعلت العقل وأحكام العقل على ماذا؟ على بصرتك. واضح هذا المعنى؟ من هنا السيد حيدر الآمري رحمة الله تعالى عليه عند بحث قيم وهو آخر بحث عنده هذا في كتابه أسرار الشريعة والطريقة والحقيقة، يوصل إلى بحث الجهاد، يقول بأنه الجهاد